مشاهدينا اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم وعسلامتكم. دائما ضيفكم معنا في مطبخنا بن بريم فاميلي. اليوم كما جات تعتني مع امي، مرحبا بك امي، واش راكي؟ بك وسهلا، صحتك لاباس بخير؟ الحمد لله. اليوم حنعرضك امي. اه داكور، يعني حنا كي نتعرضوا بعضنا ماشي مع الاخر يعني نتعاونوا. واش حطيبي لاباك؟ شنو نحب ناكل انايا؟ ان شاء الله يعجبك. واش راك حابه؟ اليوم راح نديروا حصه كانت مطلوبه، يعني درت لهم عده وصفات تاع البريوش. اليوم راح نديروا يعني اون فا دير دو بان بريوشي، يعني ماشي بريوش اوبر ولا بالزبده، حنديروا دو بان بريوشي. هذا قدر نتناولوا به يعني حتى ماكله مالحه مثلا شربه. كاين بزاف الناس يزادوا السكري سالي مثلا ولا العادي شوربه، يعني الشوربه باش نحسوا مناسب. دو بان بريوشي هذايا كيما خبز الدار، يعني كاين مالح والحلو، كاين شويه حلو، كاين اللي يعني يتلولوه تخي بيان. نبداو امي الوصفه. اكيد نسحقوا لو بيترا، هذاك الشاطر سكي بيان شاطر. ايه شاطر وناس ملاح وعاقل ما يقول والو. الوغ هنايا عندي لاباط وعندي وصفه الكريمه، لانه هذا البريوش بيسك حنديرو كميه قليله، يعني فيه غير شويه زيت، يعني حنا باش نزيدو نبنوه ونعطيلو وجه اخر. نديرو كريمه خاصه، نديرو كريمه خاصه فانيليا اي اوبخانا، يعني فريمون ذوقو رائع سيرتو في زمان الشتاء والبرد. انا كنقعد طابله التقديم ناخد بريوشه. اي خلاص صحتك. الميزان دونو مليح المقادير. مشاهدين هنا عندي 3 ملاعق كبار تاع السكر، اوكي نحطهم هنا ما كان حتى مشكل. على بها قلت لك فيه كريمه لانه اصلا ما يجيش تانيك حلوه. هنا عندي 150 مليلتر او غرام تاع حليب، حليب يكون دافي اكيد. فوالا انا وجدتها لك. الفرينه هنا ندير 350 غرام تاع فرينه حواليه، خلط مليح. فوالا كاين رقيقه وكاين خشان، خيري واختاري. انا نحب هاديه. فوالا هادي نحب، هادي شاطره. ديروا 350 غرام تاع فرينه، كذلك نقدروا نستعملوا فارين سبيسيال بريوش. ها 100 300 زيدي شويه، زيدي مازلنا بعيد، زيدي امي 350 قلت لي. اه سي بون تري بيان. الوغ دوكا نكملوا لا سويت تاع لي زانغريديون. هنا عندي 7 غرامات تاع ملح، عندي لافاني باش نكهوها شويه، هادي تانيك نسحقها الكريمه نحطها هنا. عندي لو زيز دو سيترون، عندي حبه بيض، وعندي كذلك 60 غرام تاع زيت. هنا و 60 غرام تاع زيت، 60 غرام زيت. يعني تجي فريمون خفيفه، يحبوا هذاك البريوش خفيف. نبداو نعجنوا. اكيد هنا نعجنوا حتى من ارسو ديتاش دي باوا وتكون لي قشره هذيك تاع الجلوتين. بسم الله. الو دوك هنا امي خلات تعجن، وروحوا نحضروا الكريمه ديالنا. الو نرفدوا اللي كنا بهم. امي يسحق ان تي ريسيبيون هاو تماك افيك اون كاسرول. هايديك تاع كاسرول مليحه صافا ماشي صغيره. هايله هايله حتى هي هايله. هذا تري بيان، هذا راهو شللته باش نخدموا به كذلك. الوغ بريوش تاعنا ويتعجن يجي خفيفه، ما يخلعنيش هكذا كي يكون هكذا. دوك وحده راهو يسلم. الكريمه واش فيها مشاهدين يدونوا معنا كذلك؟ عندي صفار بيضة. صفار بيضة وي ان جون دو. فوالا
نحطو هنايا. عندي هنايا زوج ملاعق كبار دو كويار ا سوب دو سوك كريستاليزي. وي فوالا كي بان ابري شحال 40 غرام 50 غرام حوالي 40 غرام يعني مش ما نديروهاش حلوه بزاف. فوالا هاو الحليب امي 150 غرام وي هنا كذلك عندي ملعقه كبيره تاع مايزينا حوالي 25 غرام نخلطها فوالا نزيد القشطه اكيد ما تحقهمش هذوما فوالا دوك كيما راهي سيغ فو كلش فوق النار فوالا نحركوها حتى وين تعقد اكيد تفضلي مي فوالا امي عقدت لا عقدت خبيا مام هاد البيوش راهو تعجب اي عقدت لا هيباك وتزيد انكور كتبرد بيان سور اي جات شابه ليس خبيا باش نزيدو لها الزبده كميه تاع الزبده مع الاخر ولا فاني بيان اي تبقبق شوفي خلاص لازم تبقبق وي فوالا شكرا هنا عندي امي كميه تاع الزبده هذه هي 50 غرام تاع الزبده ديفا لها كامل لا وي وي كامل ونخلوها اون فالا فيلمي ونخلوها فيلمي او كونتاكت نعطروها نعطروها اكيد هنا شوفي شحال تجي خفيفه البريوش حوسه على لابيرينت هذيا تري بيان تري بيان امي خلاص فوالا اون فا فيلمي او كونتاكت تري بيان علاش قنس نقطعو بالمقص باش تجي مستويه علاه مستويه اه واش ما جاي كي نستعملوها نلقاوها واش لا في الثلاجة هاي سخونة داوين طابت ألوغ دوكا لا فارين ونطم لا بريوش تري بيان في لا بريوش راهي ليس وشابه الو دوك حنايا مشاهدينا نتوما في المنزل خلوها تضاعف الحجم طبعا اكيد لازم تضاعف الحجم سكون ابل لو بوينتاج باش توزنوها كما راح نديرو امي ميزانهم لتحت ها هو واجد شكرا الو نوزنو حوالي 80 غرام باش ما تجيناش بزاف كبيره نقدر نروحو حتى 100 غرام يعني حب الريوش الله يبارك كبيره تري بيان هاكي امي كملي وزني لنا هادو تفضلي
هذه 146 بزاف. ايه قسميها على زوج، هاد الاطفال قسمها على زوج. نجيبو لو بلاطو تاع الفوق، بابي كيسون، شكرا امي. ما تحقوش الميزان. وي سي بون خلاص. نروحي غير بشويه فرينه، ما نديرش بزاف. بعد كي نوصل لهنا جو فيرم، نديرو فورم تاع لا نافيت هكذا ونحطو تاع البريوش تاع بكري. هذا البريوش تاع بكري لازم هذا اد لا فورم. واش ندير لك بهذه؟ لا دورور avec le jaune de لا لا لو فونتي. اه بون؟ وي. شكرا. فوالا. توجور الغلقة تجي من تحت، من الكوباك نحطوها من الفوق. الو هنا نديرو لا دوغيوغ. كريمة الباتيسير كنت حضرت وحدة، وحدة أخرى يعني راهي في الثلاجة راهي باردة. دوك نجي ندير بها الديكور. فوالا هذه مشاهدينا بعد ما خدمتها خليتها تبرد، ما ديك عاود حطيتها في الخلاط في البيتخا وخبطتها بيان حتى ولات هكذا شغل كريم وسرين. فوالا يعني طلعت اونكور تري ليجير. دوكا ناخذ لا بوش، هي الديكور بالكريمه والفوغاج بالكريمه. امي ديري لا دي لا دو بصح حتى تمدي لي اوكي. الو نحط شويه كريمه الوغ مشاهدينا تبعوا مليح. هنا بعد ما يخمروا اكيد دوك انا كيما هادو نخليهم يختمروا طبعا. يختمروا يضعفوا الحجم. كي يضعفوا الحجم ندير لهم هذا الديكور، لانه الكريمه راح ندير دوك الكريمه حتقلهم يعني مام يختمروا من بعد ما حاش يجوني شابين. حتقلهم ما يخليهمش يختمروا مليح. يعني واش راني حندير دوكا حتى نخليهم يضعفوا الحجم. ومن بعد ناخذ هاد لاكريم باتيسير كنا حضرناها بالحليم وكريمه طازجه. فوالا من بعد نديرهمش بزاف، نديرهمش هذا قدام هذا باش يجوني ملاح يعني شابين. هي بدات شكرا. نفس الشيء كيما راهم هكذا
اكيد قلت لكم حتى يضعفوا الحجم باش نديرو لهم هذا الديكور بكيمه الحلاوه اللي درناها مع بعض. دوكا نخليهم يختمروا، انا جوست باش نوري لكم. نحطهم هنا، الوغ هنا نطفو امي باش نديرو الديكور تاع لابريوش. هذا ما تحقوش، انا ما تحقوش خلاص. هادو بعد نكملهم، لا ضبطي شويه سي بون. اه صافا. شكرا. الو نعاود نولو الكريمه تاعنا. الكريمه هذه حنديروها الى ذوقين، حنخليها فانيليا ذوق فانيليا، وحندير يعني الكريم ديرها البخله. هذا البخله منزلي، يعني حمصت اللوز حوالي 100 غرام تاع اللوز محمص، درت له 30 غرام تاع سكر عادي، ورحيته يعني في الغوبو غير بشويه بشويه بشويه. شوف الغوبو حي حيسخن، حافظوا الغوبو تاعكم بالكم ونعاودوا نروحوا حتى يولي هكذا يحول لي فوالا. يعني هدايا هاد اللي نشوفوه ان بو ليكيد سي الزيت تاع اللوزه اكزاكتومون من اللوليه دو بريفيرونس اللوز يكون تياد، يكون يعني شويه باش كي نروحوه يزيد يطلق كاع الزيت تاعو، يجي بزاف بنين. الو دوكا ان تي ريسيبيون امي راني شفت هنا، ونجيب كذلك البريوشه بعد ما طابت عليك. هذا هو لو ريزولتا. دوكا نقسموها على اثنين، على بالي بلي هذه راح تاخذ سكسي امي. ها أه؟ انت واش تحبي، واش مذوق تحبي؟ انا نحب البخانه. شتي البخانه واش بك يزيد البنه. لوز 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 هلا. ديروا كميه تاع بخانه امي، حركينا شويه. هنا عندي بوش مع لادوي، نجيب كوتوسي هاوليك نحل هاد مليح. اه وي سي بون. نحل هاد لا بريوش اون دو هكذا، نفتحها هكذا على اثنين. فوالا كيما راهي هنايا. ناخذ نبداو قبل بهادي امي باش ما نحقروهاش. الكريمه الاولى تاعنا فاني، ندير وحده فاني وحده جوست كاش ما نعمرو الحبه هذيك. نفتحوها هكذا ونعمروها بهذا الشكل. فوالا مونج بيان. اه وي نحبو نديروهم صغار نديروهم صغار بيان سور. بصح يكذب عليك بريوشة لازم تكون كبيرة باش تتبع تكشرب هذيك اون شوب تاع كافي اولي. اصحاب انا راه حنا الجزائر مشهورين ونحب كثير يعني قهوه حليبه اكيد. لا ميم شوز هنا تري بيان. نفتحها هكذا ونبدا فوالا الهنا والشفاء ان شاء الله. لا توش ماجيك شويه سكر غلاس حتبدل كاع ديروهم ديكور. اه وي هاوليك هنا ان بو دو سكر من الفوق تبدل لهم كاع الوجه تاعهم.
فوالا. حاجة واحدة أخرى. داك الصحة. يعطينا الصحة. سي أبيتيسون. آه لازم نوجدوا قهوة حليب مشاهدينا ولا قهوة كحلة الله. ألو حنا نقول لكم نكملوا بريوش هذا كاع ديكوريوه ونروحوا فاصل نوريكم للوصفة اللي يتسنى فينا، ما تروحوش بعيد.